العقلية الثقافية في الصين. كنت عايزة، كنت بحس كده في المؤلفات السابقة والحالية ان انت عندك اهتمام بالحكايات الشعبية، اهتمام بالفيري تيلز اللي بيقولوا عليها، ومنها طبعا قيصر وليلى والذئب يعني، بس في جزء منك واقعي بيحب يهدم الاساطير دي. فده جزء منك بيظهر في الروايات، بتحبي ولا انت يعني عندك رغبة في انك تقولي للقارئ او للمتلقي بمعنى اصح ان الخيال لا يفيد؟ ان لا، هو على الاطلاق انا يمكن في المدرسة الواقع دائما متفوق على المخيل. صحيح، ما هو ما امس كنا يعني كنا جالسين مجموعة اصدقاء، فكان في حوار ان هل يجب على الرواية ان تمثل الحقيقة ام لا، هو سؤال مشروع يعني. فقلت له في الواقع توجد مصادفات، في الرواية نحن لا نحتمل المصادفات. أي روائي يضع مصادفة راح يقول على طول يقولون يعني bad writing، إن هذا كاتب سيء، لأن لازم أنت تسبب الأسباب بشكل محبوك أكثر. والواقع الواقع بينتصر أحياناً على الدراما، والناس ما بتصدقش، دي حقيقة. يعني الواقع يحتمل ما لا يحتمله الخيال. صحيح. فأنا ربما أنا أقوم هذه الفيري تيل وهذه القصص الخرافية على الأقل في قيس وليلى والذئب، لأنني دائما يعني عندي إحساس إن لا، ليس هذا ما حدث. الذئب ما بيعرفش يتكلم. إيه؟ الذئب ما بيعرفش يتكلم. لا، حتى لو تكلم مش هيقول كلام. مش هي دي السردية. هيحكي حكاية ثانية. مش هي دي الفكرة المقصودة. فمن يعني أنا بس أعتقد إني دائما كنت ألعب داخل منطقة الخيال، بس أقول لا، يعني سندريلا لما قبلها الأمير شوز وقال لها تجوزيني، أنا لو مكانها حضربه. يعني أقصد مستحيل تعرفني منين يعني. يعني من جزمتي يعني. ده منحل. صحيح. فأنا أحب دائما داخل السردية المتخيلة أني أقول لا، صحيح، شيء ثاني اللي صار. شكرك سيد.